أولا السلام عليكم. ما ننساش بذكر كذلك لأننا باش تكون في العلم ديالكم أن الأستاذ العياش إن شاء الله بإذن الله مستمر في العمل الرياضي وفي العمل الجمعوي والاجتماعي والعمل السياسي مستمر جميع المجال إن شاء الله. وأنا مازال عند العهد إن شاء الله أنني غادي نكون إن شاء الله عند حسن ظن الساكنة الزغورة. خدينا واحد التجربة الحمد لله اللي هي طيبة وعرفنا وطلينا وشتنا والحمد لله شاف الله اللي شفنا احنا باش نكون واضحين. وبالرغم الهزيمة ديالي في انتخابات هذا لا يدل على انني الحمد لله غطيح المعنوي ديالي وطيح من مبادئ الكرامة ديالي. انا مازال مبادئ ديالي والكرامة ديالي وكل ما تعمل من كلمة، بالرغم اننا بعض المنتخبين دازوا بطرق اللي غير شفافة، طرق اللي غير لا تليق بالديمقراطية. احنا ما كيهمناش، اولا مبروك عليهم لانهم كسبوا ضمائر اللي هي الحمد لله غير اخلاقيه، وكسبوا ضمائر اللي غير، حنا الحمد لله كسبنا ضمائر وكسبنا اصوات اللي هي بالمبادئ ديالها والكرامة ديالها، واللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى اننا زلنا مستمرين من اجل بناء مدينه الزغورة في احسن حله. ومازال ان شاء الله عند الكلمه ديالنا باش اننا عندنا غير على هذا الاقليم، وغادي نستمر في العمل ديالنا مع جميع مختلف السياسيين، وكنحترموا جميع الاخوان جميع المنتخبين اللي هما دازوا الانتخابات ديالهم، وكنحترموا جميع السياسيين اينما كانوا. وتحيه للجميع وتحيه للساكن الزغورة اللي هو فوط علينا واللي ما فوطاش تحيه ليه، واللي كنتمنى ان شاء الله باذن الله ان الجميع يدير اعاده نظر لمجموعه الاشياء. وتحيه لكم وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.